كالعادة هنبتدي معاكم حلقتنا بأهم العناوين. طوارئ في الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي الجمعة. كارترون أغلقنا صفحة مباراة برج العرب ونستعد للعودة. الفريق الأول يستأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش. محمد يوسف يطمئن من سفير مصر في تونس على ترتيبات رحلة الأهلي. مدرب الأهلي سنذهب لتونس من أجل كرة القدم. عبد المنعم شطة، الكاف لا يستطيع إيقاف وليد أزارو. هو جهاز المنتخب يختار 6 لاعبين من الأهلي استعدادا لمواجهة تونس.